السلام عليكم ورحمة الله. شايفين كده ولا ايه؟ يعني ايه؟ هتنام كده يا شايفين كده كويس؟ هم ان شاء الله هتغير، انا كلمت الدكتور الكليه على الغلط. المره اللي فاتت مش ناسيين كنا نتكلم على خدنا ريفيجن على الموضوع اللي هو السيت بريكرز عموما، تقريبا خدنا الكلام اللي احنا خدناه في ايه؟ السنه اللي فاتت يعني مش في جديد يعني. ماشي؟ احنا طالما نتكلم على الرايفل دي سي سيت بريكر، فهنتكلم بس ليه خدنا هاي فولتج دي سي سيت بريكر. ما كانت الناس كلها شغاله اي سي والموضوع ما كانش فيه مشكله، ليه اضطرينا ان احنا نوصل او نستخدم الهاي فولتج دي سي سيت بريكر؟ اضطرينا ليه نستخدم هاي فولتج دي سي سيت بريكر؟ لان طلع عندنا سيستم يبقى فيه هاي فولتج دي سي، فاحنا عشان هاي فولتج دي سي هناخد برضه ايه المحاضره النهارده مقدمه كده عن الهاي فولتج دي سي سيستم عموما. الهاي فولتج دي سي سيستم لو نسال سؤال كده موجودة من امتى؟ يعني الهاي فولتج دي سي ترانسميشن شاء الله ايه مثلا؟ معمولة من بقالها كام سنة؟ هل الموضوع جديد ولا قديم؟ جديد يعني من كام سنة تقريبا؟ 10 15 سنة، قبل كده ما كانش فيه دي سي ترانسميشن شاء الله، ده رأيك يا فندم؟ لا مش ترانسميشن شاء الله في اي سي بس يعني تمام، ايه رأيك يا باشمهندس الموضوع جديد ولا قديم؟ قديم؟ يعني من سنة كام سنة؟ طيب فا هي مبدئيا كده احنا محتاجين هاي فولتج دي سي ليه برضه؟ ده اللي احنا بنتكلم ليه الحاجه الى هاي فولتج دي سي؟ لما احنا كنا شغالين اي سي والدنيا كويسه عاوزين نبطل دي سي الموضوع فترة طويلة يبقى ارخص ماشي عشان فلوس بس هنشوف الايه القصه دي. النقطة بس المهمة ان الهيستوري بتاع الهاي فولتج دي سي نبص عليها النهاردة تقريبا المحاضرة بتاعتنا كلها هيستوري خلاص؟ بنتكلم أول حاجة أهو هاي فولتج دي سي سوري يا فاسين هاي فولتج دي سي هاي فولتج هاي الكتاب نعم نقفله احنا اصلا ثلاث اربع احنا اصلا ثلاث اربع تنفار اول حاجه يعني هاي فولتج دي سي يا فاسين طبعا اختصار هاي فولتج دي سي هاي فولتج دايركت كارنت خلاص موضوع بسيط خالص ده الاختصار بتاع الفولتج ده بيبقى طبعا مكتوب كده هاي فريشن الكترونيك فور ترانسميتنج لارج اماونت اوف الكتريستي اوفر لونج ايه ديستنس اللي كان بيتكلم عليها الباشمهندس من شويه بيقول احنا مضطرين نستخدم الدي سي عشان في اللونج ديستنس يبقى ارخص دي كانت اول نقطه يعني لكن هنا بيقول هنا برضه خلي بالك احنا ابتدى عندنا في المودرن السنوات الاخيره كل الدنيا بنتكلم كان زمان كل المحطات بتاعتنا ثيرمال بنتكلم على حاجه هايدرو بنتكلم على كذا لكن دلوقتي مع الطاقه الجديده النيوبل كلها عندنا اللي هي البي في وعندنا ايه وشمسين عندنا الويند وعندنا كذا تمام وفي حاجات كتير قوي معظم الحاجات دي خلاص وفي حاجات اللي هي دلوقتي جايه من باي والكلام ده بتبقى اصلا بالاصل بتاع دي سي فابتدى موضوع الدي سي يرجع تاني للطبيعه بس احنا هنسال سؤال اهو الهيستوري بقى بتاعه كان بيسالوا كان بيسالكم عليه الهيستوري باك جراوند خلاص اول ما الناس اخترعت الكهرباء عموما كانت دي سي ولا اي سي؟ اول حاجه يعني دي سي ولا اي سي؟ سنه كام دي سي سنه كام؟ انت راجل قسم كهرباء اهو يعني شويه هيستوري كده لا كان 1700 وحالا كان في عالم اسمه لو تفتكروا فولتا خلاص ايطالي هو كان ابتدى عمل ايه البطاريه البطاريه طبعا اول ما طلعت كانت دي سي وفضلت الدنيا مستمره كده الناس معتبره دي سي هو الوحيد الموجود خلاص فالاصل في الشبكه عندنا كانت الاي سي الدي سي مش الاي سي يعني اول ما الناس اخترعت الكهرباء كانت اصلا دي سي ماشي فاحنا عندنا لكن اول حد ابتدى يعمل دي سي ترانسميشن لاين الكلام ده 50 كان اول في سنه 1880 بنتكلم في كام 50 من اكثر كده من ايه؟ من
كانت في 1880 من اكتر 140 سنه كده ولا حاجه. كان اول ما عملنا ترانسميشن لاين عموما كده في الكهرباء ما كانش اي سي، كان دي سي خلاص. فاول ما اخترعوا الترانسميشن لاين كان اللي هو سنه 1880، بقول لك دلوقتي مين اللي عمله ساعتها. وفضلت الناس شغاله شويه دي سي خلاص، لحد ما جت في الخناقه بين اديسون وتسلا، عملوا خناقه جامده وي سي ولا دي سي. كان خناقه كانت رهيبه جدا بين الاثنين الكبار في الكهرباء. بس حاجه عشان حاجه متلكت بس. كان في خناقه كبيره قوي، استخدموا الدي سي والاي سي تمام. وكان طبعا الاول كانت الدنيا كلها شغاله دي سي واتخانقوا عليه بقوه، فعملوا اللي هو الدي سي ترانسميشن لاين. ابتدى بعد كده من بعد العمليه دي من 1900 كده ولا حاجه خلاص، او 1890 ابتدت كده الناس تعرف يعني ايه ترانسفورمر. الترانسفورمر مش هينفع في الدي سي، كان شغال اي سي بس. فابتدى الناس عرفوا يعني ايه ترانسفورمر، ابتدى يعملوا اندكشن موتور. اندكشن موتور شغال ايه يا فرانسين؟ اي سي ولا دي سي؟ اي سي. ابتدى بعد كده فرانسين الناس تعمل سنكرونال جنريتور، خرج اصلا اي سي الفريكونسي بتاعه مظبوط مع الحاجات دي يا فرانسين. برضه الناس برضه قدرت عارف في التغير، لو انت عندك اي سي ممكن احوله بسهوله لدي سي. فالاسباب دي يا فرانسين، خمس اسباب دول، قدرنا ان احنا نعمل ايه؟ ننقل الانرجي بتاعتنا. بدل ما كنا شغالين دي سي ابتدينا نقلب ايه؟ اي سي خلاص. يبقى الاول كانت الكهرباء كلها كانت ايه؟ كان دي سي ماشي، والترانسميشن لاين كان دي سي. ابتدى بعد كده خناقه كبيره لحد ما وصلنا بقى لما الناس طلعت ترانسفورمر، طلعوا الاندكشن موتور، السنكرونال جنريتور. لما عرفوا ان هم ازاي يحولوا من اي سي لدي سي، قالوا طب خلاص مش هشتغل ايه؟ اي سي، ولو احتاجنا ابلكيشن معينه لدي سي نبقى نحولها للدي سي خلاص. طيب مين بقى الاوائل؟ زي ما اتفقنا كده في الاول، اللي عمل الترانسميشن لاين كان دي سي. كان اكتر مهندس مشهور في الموضوع ده، ابتدى يعني البايونير في القصه دي، مهندس اسمه ريني فاري. ريني فاري ده كان مهندس سويسري، ده بيسموه اللي هو بيسموه بعد كده هقول لك اللقب بتاعه الكينج بتاع الدي سي. الراجل ده اللي يعني اكتر واحد عمل دي سي ترانسميشن لاين في العالم، كان ديزاين باي ريني فاري. ده بيعتبروه كينج او الاب الروحي للترانسميشن لاين عموما، للدي سي ترانسميشن لاين. ده عمل حاجات كتير قوي في دول كتيره جدا، انا يعني بقى نستعرضها على السريع كده يا فندم. طيب في نقطه قابلته، عشان يعني هو الاول الدي سي الموجود من الجنريتورز اللي كانت عنده الجهد بتاعه قليل. طب انا عايز اعلي الجهد، هنرفعه ازاي؟ ما هو دي سي، هنرفعه ازاي؟ الحل نعمل ايه يا فرانسين؟ انت عايز ترفع الجهد شويه، نرفعه ازاي؟ وده دي سي، دي سي مش هينفع توديه على محول. طب نرفعه ازاي يا فرانسين؟ يعني سي مثلا انت عندك جنريتور 1 كيلو فولت. ال 1 كيلو فولت ده لو انت نقلته مسافه طويله عقبال ما يروح الدروب، اصلا هيروح دروب مش هتلاقي حاجه. لو احنا عدلناه 100 كيلو مش هتلاقي حاجه. طب الحل نعمل ايه؟ عاوزين نرفع الجهد ده، هنرفعه ازاي؟ فكر كده من غير ترانسبورت. نعمل ايه؟ ما قللنا مقاومه الخط، عملنا كل حاجه، بس برضه محتاجين نرفع مقاومه الخط. مش معناه ان انت رفعت الجهد معناه تقلل الدروب، صح كده؟ لكن انا عايز ارفع الجهد بقى عشان امشي مسافات اطول. نعم؟ ما احنا معانا مولد، هو المولد خلاص وقف عند مثلا 1 كيلو او 10 كيلو، انت عايز اكبر من كده. ايوه اعمله بقى ازاي؟ ما هو هنعمل واحد ثاني بعدين. بص كده يا فرانسين، لو انت عندك بطاريه حاجه كده، لو انت عندك بطاريه الموضوع بسيط خالص، البطاريه سي مثلا 10 فولت وانت عايز فولت اكبر من 10، نعمل ايه؟ حطه سيريز اهي شغال زي ما انت عايز، حط عدد معين سيريز زي ما انت عايز. الاوليه بس هتبقى اس، الباقي كله لا، هو تخلي فيه ارث في النص خلاص، بتوصل مع بعض، خد ده بيدي ده، خد ده بيدي ده. فانا مثلا لو انت حطيت 10 كده، بدل ما كانوا 10 يبقى ايه؟ اصبح دلوقتي عندك كام؟ 40. لو عندك 1 كيلو وعايز توصل ل 10 كيلو حط 10 سيريز. فهي الفكره اللي عملها ريني، قال خلاص والله ايه؟ ان انا احط مجموعه سيريز مع بعضيها خلاص؟ ابتدى يجيب جنريتورز ويحطهم سيريز كونكت عشان يرفع الجهد. يبقى الحاجه ليه اضطر ان هو يعمل سيريز ده؟ عشان عايز يعلي الجهد، هو مفيش ينفع يحط ترانسفورم. فدي كانت مضطر للايه؟ للموضوع ده. ايه تاني يا فرانسين؟
طبعا بتكلم على الطريقه ان انت الاولانيه بس هي اللي تبقى ايه، هي تبقى افس الباقي كله وصل سيريز مع بعضيها بالتالي خلاص. العالم اللي هو الساري ده او المهندس السويسري ده ساري ده قلنا طبعا ده بيونير، راجل يعتبر بيونير في الكتريكال انجينيرنج خلاص. مش عارف سمعت عنه قبل كده ولا ايه، سمعتوش عن فيلم ده خالص تمام. الراجل ده فرانسين بيقولنا اللقب بتاعه في عالم الكهرباء ايه، الكينج بتاع الايه الدي سي خلاص، على مستوى العالم يعني، مش بنتكلم في مصر ولا بتاع معايا فرانسين. بقول لك الراجل ده قدر يعمل بعد كده، قدر يشتغل اهو. ذا لاين ووز اوبريتد، اول لاين عمله، اول ترانسميشن لاين عمله اهو. ووز نون اول ترانسميشن لاين عمله كان شغال جهد كام هنا يا فرانسين؟ حوالي 5 كيلو خلاص، 5 كيلو كل مكنه بتطلع له 5 كيلو. ابتدى يطلع يعمل ايه يا فرانسين؟ يحطهم سيريز عشان يوصل للجهد اللي عايزه. هنشوف دلوقتي نوصل للجهد تاني. اول خط اتعمل بالراجل ده المهندس اللي هو الفيري ده، عمله في ايطاليا سنه 1889 خلاص. الخط ده يا فرانسين عملته شركه اللي هي الايطاليه دي خلاص، وكانت دي شركه ضخمه في الترانسميشن لاين. كان طوله 120 كيلو خلاص، والقدره اللي قدر يشتغل ينقلها 630 كيلو وات، والبعد اللي كان شغال عليه 14 كيلو وات. يبقى اول دي سي ترانسميشن لاين في العالم كان فين يا فرانسين؟ اتعمل في ايطاليا. كان الجهد قدر يوصل لجهد 14 كيلو من عده ماكينات سيريز ورا بعض، وقدر ينقل على مسافه 120 كيلو. طب 120 كيلو ساعتها كان رقم خرافي، كان اول في العالم يعني، ده طفره بالنسبه للعالم يعني، تنقل باور 120 كيلو خلاص. وكان الباور المقوله ما كانتش يعني 630 كيلو دلوقتي مش كبيره، لكن هي في لحظتها كانت كبيره جدا. ابتدى بعد كده يا باشمهندسين تاني خط اتعمل في فرنسا بين مدينتين اللي هو ميتيرز وبين لوين وميتيرز، دي مدن في فرنسا مش عارف تسمع عنهم ولا لا. لوين متهيألي مشهوره جدا والله، لكن المدينه التانيه دي انا ما اعرفهاش خلاص. اتعمل خط بين المدينتين دول كان طوله 124 ميل، كان بيتكلف اكتر من حوالي 150 كيلو ولا حاجه، وده كان بينقل 8 جيجا 8.6 جيجا فعلا كيلو وات كتير جدا. وكان الجهد اللي شغال عليه مش اي هنا الجهد هيدفع حاجه اكبر من الايه طبعا من ال 14 كيلو الثانيه. فاهم الجهد فين الجهد؟ 150 كيلو او 50، قدر يوصل ل 150 كيلو زي ما انت شايف كده خلاص. ده كان بعد كده عشان يستخدم 8 سيريس كوميتيتد جنريتور خلاص، وقدر يوصل ل 150 كيلو. الكلام ده فضل شغال من 1906 لحد 1936، يعني فضل الخط ده شغال 30 سنه خلاص. ده علشان من ضمن الماشينز، انت مشكله ليه ما تقدرش تجيب جنريتور ويطلع ال 100 كيلو فولت مره واحده؟ مشكلتك في ايه؟ يعني ليه ما طب اقتراح تاني، ما انا اجيب جنريتور يطلع ال 100 كيلو 100 كيلو فولت مثلا، يعني خرج التيرمينال بتاعته 100 كيلو فولت. يعني واحد يسال سؤال حتى في الاي سي ماشي، يقول لك احنا عملنا ايه؟ جنريتور مطلع 13.8، لازم اشتغل على السيب اب ترانسفورمر عليهم وبعدين انقله. طب ما اخلي الجنريتور يطلع ال 500 كيلو مره واحده؟ لا مستحيل، اصعب عمليه. هتعزل ازاي؟ مفيش عزل، ما اقدرش انا. انت لازم تعزل الكابل كده عن جسم الماشين. هتعزل 500 كيلو انا الماشين دي عامله ازاي ولا امبراكتيكال اصلا؟ مستحيل يعني. خلاص؟ فهي ما يقدرش يعملها، فهي كانت المشكله دي برضه عنده زمان. فهو حاول يتقلب عليها ازاي؟ يعمل دبل كوميتيتور عشان يقسم الجهد، يعني لو كانت هي 10 حط 10 و10 يقسم الجهد مرتين. سيريز على شفت واحد. على شفت واحد، بحيث انه يعمل ايه؟ ب 10 يبقى هو قدر ياخد 20 كيلو فولت، يعني قدر يرفع الجهد بتاع الماشين الواحد. ماشي، دي حاجه في الماشين اللي انتوا اساتذه فيها يعني. فاحنا هنا عشان كده يا فرانسين اهو قدرنا ان قدر هو يوصل ل 150 كيلو عن طريق 8 مكانات اهو معايا يا فرانسين، 8 مكانات زي ما انتم شايفين. والكلام الخط ده فضل شغال فعليا 30 سنه، ده رقم كويس جدا. ده بعد كده يا فرانسين عمل ايه؟ الاذر ثاني برضه سيستم، برضه نفس المهندس اللي بنتكلم عليه ده خلاص، ابتدى يعمل سيستم ثاني. الميزه اللي هو خدها هنا، الميزه اللي هو كان بيعملها، ايه اللي استفاده؟ اللوسز كانت بتقل، هاي انرجي لوسز، وقدر يتحرك لمسافات طويله زي ما شايفين اكتر من 100 كيلو. ابتدى يا باشمهندسين مع بدايه القرن اللي هو ال 20 بقى، بدايه ال 1900،
ابتدت الناس ايه قلنا نبتدي نشوف بعض في حاجات الكتروميكانيكال ديفايس ابتدت تخش جديد في السوق. ودي ابتدت ان احنا ايه كان الخطوط اللي هي الموجوده دي خطوط عاملاها دول ماشي تنقل الحاجه ايه الدواء مش معقوله كوميرشال لسه ما عملناش على مستوى الايه التجار مش هين البقى البني ادمين وتدفع ومصانع لا ده هي كدوله تنقل محافظه لمحافظه مثلا تنقل الحاجه للجيش مثلا يعني كل الكلام انت عارف الفتره دي كلها الحرب العالميه كانت هتبتدي والدنيا كانت كان الموضوع كله يعتبر دول. فيبتدي الوقت يعملها وشانسين جزء بقى اللي هو ايه جزء على مستوى الكوميرشال. الكوميرشال ده قدرنا نعمله بس اول ما ظهر يا وشانسين حاجه اسمها الميركوري ارت فالف اللي هي الصمامات يا وشانسين. اسمعوا عن الصمامات؟ سمعتوش انتوا عن الجيل بتاع الصمامات ده؟ كان زمان التلفزيون يا وشانسين كان بيجي كده التلفزيون بتاع زمان كده يقول لك ايه تليماسكا تلفزيون ضخم جدا كده ما كانش فيه دايد. دايد عارفين اللي هو الدايد والسيريستور والكلام ده دايد وسيريستور وترانزستور اخترع سنه كام؟ 1960 ماشي. قبل 1960 كانت الناس شغاله ازاي عايز انا عايز بدل الدايد ده كان فيه كان فيه الفالف اللي هو الصمامات اللي هي الارك فالف ده نفس الشغل الدايد بالظبط بس جزء يا وشانسين ده فيه زي تيوب كده يا وشانسين وتيوب وعندي فيه كاثود وانود برضو وشبكه وقصه كده. فانتوا المفروض سمعتوا عن الكلام ده من 1000 سنه حتى اللي هو الريستوري بتاع السيريستور سمعتوا عنه مش كده ولا ايه؟ شبكه كاثود ري تيوب بس انا عايز اعمل نفس الفانكشن بتاع البي ان جانكشن ان يبقى فيها في اتجاه معين ما يعديش وفي اتجاه تاني يعدي عند جهد معين. فكان الكلام ده بيتعمل بيجيبوا كاثود وري ويحطوا شبكه في النص وعليها جهد والجهد ده انت تتحكم فيه كنترول. فكان الكلام ده الفرنسي بيتعمل بالميركوري ارك ايه فالف. الميركوري ارك فالف ده ابتدى من سنه كام؟ 1920. طب يفيدنا ايه هنا؟ يفيدنا في ايه في الحته دي؟ من 1920 كده كان الاي سي ابتدى يخش والاي سي سهل ان انت تعمله بمحول. وانس انت رفعته بالمحول عايز احوله انا لدي سي خلاص ساعتها كل الفكر ان انت لازم تنقل الدي سي خلاص؟ احوله لدي سي ازاي؟ خلاص بقى ما انت عندك ايه؟ احنا دلوقتي عشان تحول انت عندك اي سي وعايز تحوله لدي سي اعمله ايه؟ ريكتفاير. الريكتفاير ما كانش لسه الدايتس موجوده فكانوا بيعملوها بالايه؟ بالفالفز اللي هي الايه؟ الميركل. خلاص؟ فمن اول 1920 هيبتدي يظهر في السوق اللي هي الفالفز دي. فابتدى يا باشمهندس بناء على الحته دي سنه 1941 في 60 ميجا وات ابتدينا نوصل بقى ل 200 كيلو فولت. ال 200 كيلو فولت دول مش ان انت جبت مكن حطيته سيريس. لا ده احنا خدنا جبنا اي سي 200 كيلو وحولناه لدي سي باستخدام الاكتفاير بس الاكتفاير كان باستخدام الفالتس معايا مش عارفين. ال 200 كيلو فولت دي ما كنتش تقدر تسمع عنها بالسيريز هيبقى صعب جدا تعملها سيريز مع بعض. فده كان في خط يا باشا مش عارفين ابتدوا يعملوه في المانيا بين في برلين بس المشكله ان الخط ده هو ابتدى سنه 41 41 دي كانت ايه اللي شغال ساعتها؟ الحرب العالميه الثانيه وكانت المانيا عارفين طبعا المانيا وهتلر والدنيا فكان الموضوع صعب جدا خلاص. للاسف الكلام ده اتضرب في الحرب العالمية ما كملش خلاص. المشروع ده ايه ابتدى فيه سنة 41 ولحد 45 ما خلصش لان كانت الحرب شغالة وما كملش المشروع. هيجوا بعد كده الشمسين اهو طبعا شركة اكبر شركة في السويد اسمها اللي هي اسيا دي هنتكلم عليها بعد شوية. شركة اسيا دي ابتدت تعمل خط الشمسين هاي فولت دي سي ترانسميشن لاين كانت من الشركات المشهورة جدا خلاص اللي كان بيعمل لها المهندس السيري ده كان شغال في اللي هي اسيا دي. ابتدت يا باشمهندسين تشتغل بقوه من 1930 نفس على المستوى الكوميرشال بقى الاتحاد السوفيتي ابتدى يخش في الموضوع اهو سنه 1951 وعمل خط بين موسكو ومدينه اسمها كاشيرا كان بينقل حوالي من 10 ل 20 ميجا وات وبرده في خط ثاني اتعمل بين جوتلاند في السويد. تعرفوا السويد يا باشمهندسين هنجيب خريطتها دلوقتي السويد فيها جزر بعيده عنها شويه في البحر فجوتلاند دي تبعد عنها اكثر من 100 كيلو فابتدوا يعملوا لها خط يمد الباور لحد جوتلاند دي اكبر جزيره في السوق. الكلام سنه حوالي كام؟ 1954 المشروع لحد دلوقتي ده قائم. وهنشوف التطور بتاعه دلوقتي. بعد كده يا باشمهندسين بيقول لك هنا نتكلم على المشروع ده لا وهي يا باشمهندسين برضه انت دلوقتي بتتكلم بالذات في الكيبلز. الكيبلز مشكلتها ايه؟ كابلات عموما اي سي كيبلز حتى مشكلتها ايه؟ الكباسيتي كارنت بتاعها كبير لان انت السي بتاعتها كبيره فالسي ما تكون كبيره الكباسيتي كارنت بيساوي ايه؟ الاي سي بتساوي ايه؟ لو انت عندك كابل كده ده كوندكتور وهذا الشيء اهو في عندك سي هنا يا فندم السي بتاع الكابل كبيره
خلاص. في تيار يا باشمهندس بيمشي جوه الايه، جوه السيل. التيار ده بيساوي ايه؟ الواي اللي هو سي بتاع الكاب ده اسمه تشارج الكاب، بيساوي يا باشمهندس المفروض البعد اللي موجود هنا على الاكس سي. طب الاكس سي يساوي كام؟ واحد على اوم سي. يبقى كام ده في فيز؟ اوم كام؟ سي. السي دي كبيره ولا صغيره يا باشمهندس؟ السي بتاع الكاب كبير خلاص. فالتيار ده بيبقى كبير جدا. طب مشكلته هنا، طب التيار ده بيكون كبير مشكلته ايه؟ تخيل كده بحط سورس من هنا وعايز اسجله النود الناحيه الثانيه. السورس ده مش فيه مثلا كارنت هنا مش موجود؟ نركز مع بعض. في مثلا كارنت ده هنقول مثلا 100 امبير. لو انت استهلكت 100 امبير دول في الكباستي بتاعتك هتقدر تاخد منه حاجه هنا؟ يعني لو الاي سي ده بيساوي 100 امبير هيقدر النود ده ياخد منه اي حاجه؟ مش هيقدر. لما لو خدت منه اي حاجه الكارنت هنا يزيد عن ال 100 وخرج الجنريتور ده من الموضوع. عشان كده ده ليميتد في التور خلاص. لان السي دي بتساوي ايه؟ اللي هي السي بالمتر في ال بتاعتها. كل ما ازود ال السي دي بتبتدي تزيد. فعشان كده في ليميت على الكابلات في التور. بنتكلم عليه دلوقتي بنتكلم حوالي 50 فين. 50 فين ده رقم صغير قوي في التور. انا مش قادر اعمل اكتر من كده. بنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. مش قادر. طب انت لو عندك حاجه اكبر من 50 فين واحد ليه؟ سالت ما اسمش الله يفرح، اسمش الله ممكن يوديك الايه؟ لاكثر من 100 فيل ولا اكثر من 200 ل 300، ما اسمش الله اكثر. بس في مشكله، لو انت عايز تنقل مثلا زي الجزيره اللي بنتكلم عليها شويه، دي جزيره في البحر. هعدي بقى الميه ازاي؟ احط ما اسمش الله فوق الميه ازاي؟ ما كانش هينفع، فلازم تستخدم كيبل. طب الكيبل مش نافع هنا لان المسافه طويله، فاضطرينا نستخدم الدي سي. في الدي سي بقى السي هنا الاي سي بكام يا باشمهندس؟ بزيرو. مفيش اصلا تيار في الكاباسنس في الدي سي، بيمشي بالترانزنت وخلاص بيبقى سي ستيت غير بزيرو. فاقدر انقل المسافه اللي انا عايزها خلاص. النقطه الثانيه، اثناء الحرب العالميه كانت الناس بيحصلوا ايه؟ كل دوله عايزه تخسر اللي جنبها. فلو انت عندك ترانسميشن لاين كان يضربوا ترانسميشن لاين، فاضطروا ان هم يعملوا ايه؟ كابلات عشان يخبوها. حلو. الكابلات دي مشكلتها مسافات طويله مش نافع، فاضطروا ان هم يستخدموا الدي سي. بعد ما كان الاي سي ابتدى ينتشر، لا اضطروا برضه يستخدموا اللي هو الدي سي عشان يقدر يمشي كابلات تحت الارض مسافات طويله. فهنا قال لك هنا المشكله ان لقوا ان الكابلات دي بتبقى مع الترانسميشن لاين معرض انه يتضرب. فالكابلات دي بتبقى غير واضحه، فبيخبوها عن البوم اللي بيخاف منها ان هي ايه؟ ان انت تفجرها هتيجي الدول تبتدي تضربها لبعضها. فلو انت اثناء الحرب اهو حصل ان الدي سي ابتدى يرجع تاني خلاص علشان تخبي الخط اللي انت بتنقل عليه. بعد كده يا باشمهندسين اهو الاكويبمنت. طبعا بعد كده الاكويبمنت دي مع نهايه الحرب ابتدت تتنقل للاتحاد السوفيتي بعديها اهو. الخط اللي هو بتاع كنت بتكلم عليه بتاع موسكو ده ماشي. ابتدى بعد كده يا باشمهندسين ان هو الانتروداكشن اوف ذا فول ستاتيك ميركوري ارت فالف. ابتدى الارت فالف ده عشان يشتغل كوميرشال ويتباع بقى لكل الدنيا اللي عايزه تشتريه. الكلام ده كان من سنه 1954 خلاص. من سنة 1975 ابتدى يظهر ايه يا باشمهندسين؟ احنا قلنا ترانزستور سنة كام ابتدى؟ سنة 60 في الستينات. عشان تقدر تعمل حاجة بقى على المستوى التجاري تقريبا من 1970 او 1975 ابتدى يظهر السوليد ستيت ديفايس اللي هي بي ان جنكشن اللي احنا عارفينها والستيريستور اللي احنا عارفينه دلوقتي. كل التكنولوجي من اول 1975 لحد دلوقتي مفيش حد رجع للفافز بقى، كله بريدج الكلام ده للايه؟ للاكتفاير اللي احنا عارفينه اللي هو البي ان جنكشن. بقول لك هنا الموست سيجنفكت كونتريبيوشن وهاي فولتج دي سي تم، يعني اكتر مشروع الناس اهتمت بيه لان لحد دلوقتي شغال اللي هو بتاع جوتلاند ده سنه 54. سنه جوتلاند يا باشمهندسين اهو سنه 54 ابتدى يظهر يتشغل المشروع ده معايا يا باشمهندسين. المشروع ده كان اول ما اتعمل كان 20 ميجا وات شغال على 100 كيلو واتنقلت يا باشمهندسين مسافه 96 كيلو خلاص ويز ايه؟ سيري تيرن. السيري تيرن هنا نقطه بس مهمه. لما تيجي تشتغل دي سي بقى يا باشمهندسين دي سي سيستم هشتغله ازاي؟ عشان ايه نتكلم على
انت دلوقتي هتخلص لو عندك بي سي خلاص هتحوله للابلكيشن حولناه لبي سي. عايز اعمله بقى اعمله بقى ازاي؟ وادي عندك اللود هنا خلاص؟ اللود ده لو هو شغال اي سي تضطر ان انا احط هنا انفرتر يرجع لك الايه؟ العكس خلاص؟ هل اللي هنا بقى مش مخلصين خلاص دي سي عشان اشتغل في اختراع اسمه حاجه اسمها نيو بورد دي سي بتاعي ممكن يكون نيو بورد في حاجه اسمها هاي بورد وفي اللي هي المالتي كده خلينا الاول في نيو بورد. نيو بورد ده هينقل سلك واحد بس هاخد البوست ده 50 وانا كده 50 اهو لحد هنا واحول ده الاي سي واشتغل. طب النود هيشتغل ازاي؟ اعمل ارسي من هنا وارسي من هنا. طب الكلام كده هيمشي ازاي يا 50؟ الكلام كده هيمشي بقى ازاي في البدايه دي؟ هيمشي الحته دي وبعدين يرجع في الجراوند ويراجع هنا كده ويكمل الفورس كله. خلاص؟ ده سميناه مونو بولر. ليه مونو بولر؟ هو كوب واحد بس. انت لو اديت سلك واحد بس. لو انت بتتكلم على الجراوند، الجراوند هنا هيبقى هو اللي تاني. لو انت بتتكلم على الميه هيبقى الميه هي اللي تاني. ابتدوا في ناس يقول لك لا انا عايز اخلي الباي بولر. هيعمل ايه؟ بدل ما استخدم واحد من ده استخدم اثنين. ادي البوست ب 50 اهو. واجيب واحد تاني زيه. خلاص؟ ده النيجاتيف بتاعه اهو. بص النيجاتيف اهو. هاخد الخط ده اللي بيديها 50 اوصل ده كده خلي له بتاعي وارجع هنا كده 50 امشي من البوست امشي من البوست وارجع هنا ادي الاي اللي ماشي هنا رجع هنا انا مشيت هنا 50 كم كم؟ 2 سميناها من باي بور. طب الباور انت لقيتها هنا ادي الباور دي ولا اكبر منها؟ هنا انا باور قد ايه؟ شغال هنا لو ده بي وده بي خلاص ده بي واحده اهو قدرت انت تشتغل هنا على 2 بي خلاص فالباور هنا اعلى من ده طبعا على الاقل ضعف خلاص هل الاتجاه ده بيكون معكوس بيطلع من الالم للكسر ايه الحياه بتاعتك يطلع من الالم للكسر صح؟ امشي كده فرق مين؟ فرق مش كده ايوه صح ويرجع يكمل تاني شمال ده يدوق جول بص كده يا سنتين تعالى هنا زي ما شايفين مش كده ورجع تاني لكن بتكلم على الباور الباور مين اعلى؟ اللي ده حق يبقى انت هنا خدت 2 في وقدرت تحصل على ايه؟ على الفرق بس هنا الجراوند لو انت حتى لو خليت ده يكسب كده هل هيمشي فيه طياره هنا؟ لو انت حاطين ده جراوند هل الجراوند ده هيمشي فيه طياره؟ مش هيمشي فيه طياره حتى لو انت عملت لها ارسم مش هيمشي فيه طياره. طيب اول ما عمل يا سنتين اللي هو طبعا اتكلم في التاريخ اهو اول ما عملوا اللي هو موضوع الخط بتاع جوتلاند ده جوتلاند ده قلنا في جزيره عايز ايه؟ ايه المشكله؟ يعني انت الناس كانت متخيله برضه يعني يمكن كنا بقول لكم في ثالثه انت عندك سورس يا فرانسو خلاص انت عندك دلوقتي سورس اصبر علي انت دلوقتي عندك سورس السورس ده عدى على لود معايا اللود ده وصلته بالجراوند بس تخيل خلاص كده هو الطيار مشي في الجراوند واتكل على الله لا انت كده في كارنت لو لازم يكون ايديها مقفوله فانت لازم تعمل هنا جراوند سيستم كويس جدا. طب جراوند ريزيستنس اللي خدناها السنه اللي فاتت هي ايه؟ لو قمت الجراوند بيقابلها الطياره لحد ما يوصل باطن الارض صح كده؟ انت خلاص وصل باطن الارض وهي نفس الحكايه عند السورس قمت ريزيستنس بيقابلها الطياره لحد ما يوصل باطن الارض فهم الاثنين يتقابلوا مع بعض في باطن الارض هيروح راجع ثاني ويطلع ما فيش مشكله خالص طالما عامل جراوند ريزيستنس مظبوط هنا ومظبوط عند السورس ده اللي هتكتمل والتيار هيمشي. طيب لو انت مش عامل جراوند سيستم في اي واحده فيهم الدايره تبقى اوبن سيركت مش هيمشي شغال اصلا وبالتالي اللود مش هيشتغل. غير المسافه اه. كل كونفرتر واخد من سبلاي يعني مفيش مشكله تمام؟ دي الكترونكس بقى دي الموضوع سهل كده دلوقتي ماشي؟ اول ما عملوا ابو شمسين خلوا هنا اشتغلوا دون بولر وخلوا السي هي الايه؟ كان في هنا ليه دخلنا هنا؟ كان مكتوب ان السي هو الايه؟ الاتير. ذا موست سيجنفكت اهو كان ده جوتلاند هولز كذا. بص كده والسي الاتير والسي الاتير يعني ايه يا ابو شمسين؟ يعني هو اشتغل مونو بولر ولا باي بولر؟ اشتغل مونو بولر ماشي لان السي هو البحر بالنسبه له كان هو الاتير بتاع الكارنت ده.
كان في مشكله بقى ابتدت قبله بقى، يعني الناس لحد الزمن ده 1950 كانوا شغالين في السير تيرم ما كانش فيه مشكله. ابتدت تظهر تخلي بالك في تيار ماشي جوه المايه. التيار جوه المايه ده ممكن يعمل لك مشاكل في ايه؟ في ايه؟ السمك هيجرى له ايه السمك يعني؟ لا مش هيجرى له حاجه. ما انت جوه هنا ما فيش مشكله، ما كانش فيه مشكله من السمك، السمك ما كانش هيزعل يعني، ما كانش الناس زعلت عليه. انت احنا عارفين الملاحه في السفن ماشيه ازاي؟ مشاه البوصله. البوصله دي معتمده على المجال المغناطيسي. تيار ماشي اكيد عمل مجال مغناطيسي، بوظ لك البوصله. بدل ما واحد ماشي الشرق لقى نفسه ماشي جنوب، ما البوصله بتقول له امشي كده، ولقى نفس الناس كلها ابتدت ايه؟ الملاحه العالميه كلها ابتدت تبوظ في السفن. خلاص خلي بالك احنا في الحته دي كل ما تعمل حاجه تبوظ حاجه ثانيه. فابتدت الناس يقول لا مش هينفع ان احنا نستخدم اللي هي المونوبولر. فكان بعد كده هتلاقي الخطوه اللي بعديها ان انا استخدم بايبول. او بص يا فرانسين، ادي السويد اهي ماشي، وادي اللي هي الجزيره بتاع جوتلاند اهي، وادي المسافه كلها كانت ماشيه ايه جوه البحر. ده شكل الايه السويتش جير بتاع الدي سي ساعتها في هذا الوقت يعني. كان اول واحد اهو، اول فيرست ستيج سنه 54 كان شغال على 100 كيلو وبتنقل 20 ميجا وات ماشي. ده الصوره العامه. يبص كده يا فرانسين، لو نتكلم على دي اللي هي السويد اهي، بص جوتلاند فين. انت مش معقول هتغذي دي الدنيا دي بالكهرباء وتسيب جزيره اكبر جزيره عندك مش هتغذيها. فكانوا مضطرين ان هم يبعتوا لها باور بين الدوله نفسها وبين جوتلاند. بعد شويه عملوا كمان بين جوتلاند واولاند برضه، عملوا خط بين الاثنين دول ماشي. ده الشكل اهو بتاع اللاين، وادي السويتش دي شفناها قبل كده. بصوا بقى جوتلاند ده كان من اكبر المشاريع الموجوده. تلاقي كل شويه يقول لك جوتلاند جوتلاند. اشمعنى جوتلاند؟ ده من اكبر مشروع اتعملت دي سي ترانسميشن لاين على مستوى العالم. ابتدوا فيه سنه 54 ماشي. سنه 54 ده عملنا بس 20 ميجا وات 100 كيلو فولت. سنه 67 او 50 ابتدى يخش السيلسو في الموضوع ماشي. السيلسو بناء عليه ابتدوا يعملوا سيلسو كونفرتر ادد للمحطه الاولانيه دي، وزودنا القدره بتاعتها من 20 لكام؟ ل 30. وغيرنا الجهد بدل 100 بقى كام؟ 150. سنة 83 قريب خالص اهو، ابتدى يتعمل سكند ستيج المرحلة الثانية من المشروع 130 ميجا وات، وشغال على 150 كيلو فولت نفس الجهد اللي كان موجود. ثبت الجهد اللي اشتغل عليه بس، زود القدرة فقط. سنة 86 كانت المرحلة الأولانية لسه شغالة، بس بقى لها كام سنة شغالة؟ تتكلم من أول 54 لحد 86. تتكلم فهي كانت اوبسليت المكن خلاص، الاجهزه كلها ابتدت تبوظ. ابتدى يشيل المكنه دي كل المرحله الاولى دي يشيلها كلها، ودخل يعني سنه 86 دي شلناها عشان يعمل مرحله جديده اللي هي ستيج 3 ابتدى سنه 87 برضه شغال على نفس الجهد. خلاص انت وصلت ل 150، مش هقعد اعمل في المحطه شويه 150 وشويه 200. ثبت الجهد ل 150 واضاف 130 ميجا للمحطه دي. بعد كده يا باشمهندسين سنة 2000 أو 1999 مش طبيعي دي. سنة 1999 أو 50 أهو ابتدى يضيف جزء تاني خلاص حوالي 50 ميجا كوميرشال إيه؟ بس ده مش في جوتلاند يا باشمهندس. 80 كيلو ده نفس الشركه بس مش في جوتلاند. معايا؟ جوتلاند وقفنا عند كام؟ سنه 87 اضفنا ليها 130 ميجا. اتعملنا المشروع كده على ثلاث خطوات، ثلاثه ستيج. طيب احنا قلنا من اول 1970 لسه كنا قايلين عليها من شويه، 1970 قلنا ايه اللي حصل؟ حد فاكر؟ السول ستيج دخل، فابتدينا بقى نشوف الايه؟ نشيل الحاجات اللي عندنا ونشغلها كلها سول ستيج. من اول 1970 ابتدى عندنا 5 جيجا بقى هاي فولتج دي سي، وابتدى بعد كده 1950 الهاي فولتج دي سي ابتدى يكبر بقى في العالم بعد الايه؟ بعد اختراع اللي هي السيلستورز بقى. معايا؟ اختراع السيلستور ميزته عمل ايه؟ قلل اللوسز في المحطات، وابتدى يبقى فيه روبست ديزاين. كانت مشكله الصمامات زمان الفالفز دي كانت مشكلتها ايه؟ لو تسمعوا عن الناس الكبار، لو حد يسال والده ولا حاجه، التلفزيون كان حجم كده والسخونه بقى فيه، كان عايز تجيب بقى مروحتين ثلاثة يقعدوا جوه التلفزيون ده عشان يبردوه، لأن كان فعلا عبارة عن ايه؟ كله لمبات كده وولع يعني. فما كنتش تقدر تعمل سيستم كبير. اللوسز والحرارة كانت بشعة يعني. فهنا اللوسز كانت عالية جدا، وكان الكلام ده كان بيتحرق كل شوية، فكان الروبست هنا كانت قليلة. فلما ابتدى يخترعوا
السيلسورز ابتدى فيه روبر روبس ديزاين حاجه متينه تقدر تتحمل. ايه تاني؟ اللوسز قلت وبعد كده الاكسبنس بقى ارخص بس دي كانت غاليه. فابتدى يا باشمهندسين من اول 1970 ابتدى يعمل الايه؟ اختراع اللي هو السيلسور اللي هو غير العالم بقى من اول ترانزستور للسيلسور. ده شكل السيلسور اهو خلاص. ابتدينا من السيلسور ده يا باشمهندسين فاكرين الشركه اللي اتكلمنا عنها اسيا دي فاكرينها؟ خلاص الشركه دي طبعا من الشركات السابقه في الموضوع ده كانت من 1800 يعني حوالي تقريبا الانشاء بتاع 1831 ولا حاجه وكلها مركزه في الدي سي ترانسميشن لاين. فابتدت هي على طول تاخد تعمل السيلسور ده في سنجل سترينج. يعني تعمل ايه؟ انت عايز مثلا سيلسور او عايز مجموعه 150 كيلو فولت. يعني احنا دلوقتي لو انت بتتكلم على دايود 150 كيلو هتعرف تجيب دايود 150 كيلو فولت؟ مش هتلاقي. طب انا عايز اوصل 150 كيلو نعمل ايه يا باشمهندس؟ ايوه نعمل ايه؟ لو انت دلوقتي عندك مشكله دايود اهو يعني مثلا احنا عايزين حاجه اسمها كده كده جروب اسمها امبس. في تجربه في المعمل يعني وات ايفر اهو انت في الدايره هنا ده ال الفيرس فولت بتاعه 10 كيلو انت عايز توصل ل 100 كيلو نعمل ايه؟ ده مش قادر يشيل ال 10 كيلو بس مضطرين نعمل ايه يا فاتين؟ حط ايه؟ حط مجموعه سيمز يا فاتين. لو انت عايز 100 كيلو انت محتاج كم واحد هنا؟ محتاج 10 دايره بحيث ان انت توزع الجهد لما في الاوبن سيركت كل واحد شايل 10 فانت بالنسبه لك كده الدنيا ايه؟ وده اللي عامل المعمل. احنا كنا عاوزين نوصل ل 100 كيلو كان الدايل الموجود بتاعها عندنا كان 10 بس اضطرينا نحط ايه 15 واحد حتى عشان في فاكتور سيف خلاص ده اللي لازم موجود في المعمل. طيب ده عشان تعملهم دول هتعمل ايه؟ لازم تجيب سيلسترو توصله اون لاين توصله للي بعده توصله للي بعده توصله للي بعده. الموضوع ده مرهق. فشركه اسيا قالت لك ايه؟ كان بيبيع لك الكلام ده على طول في يونت على بعضيها توصل من هنا ولا ب 100 كيلو وتراقب معاك. بيقول لك كان المنافسين بتوعها هي كانت سابقه في الحته دي. كان المنافسين بتوعها بيعملوا ايه؟ يديك اللي هو الكومبوننت لوحده وانت اللي تفصل. لكن اسيا دي كانت تديك الكلام ده ايه؟ على بعضه كده. طب في نقطه ثانيه. الدايت الواحد يقدر يشيل كام امبير؟ الدايت الواحد ده الدايت العاديه اللي انت كنت بتقول لك كانت بتديك امبير وبتاع. في دلوقتي باور دايت. الباور دايت ده ممكن يشتغل معاك ب 100 امبير والدنيا كويسه. طب لو انت عايز 1000 امبير هعمل ايه بقى؟ عايز 1000 امبير هو ده يقدر يتحمل 100 امبير. بدل اخد نفس السرنج دي اعملها ايه؟ لا انا لازم اعمل نفس المجموعه دي كده اخدها زي ما هي واكررها تاني كده جنبها واكررها تاني جنبها كل واحد يديك 100 امبير بحيث في الاجمالي اقدر اوصل ل 1000 امبير. واخد بالك من الحته دي؟ يبقى انت هنا اضطرينا نعمل ايه؟ نشتغل سيريس برل عشان تزود التيار سيريس عشان تزود الجهد. خلاص الاسيا دي شركه اسيا دي كانت عملت ايه؟ كانت بتديك الكلام ده كومباكت يونت كده على بعضيه خلاص. لكن الشركات الثانيه كانت تديك الحته وانت ايه عيش مع نفسك بقى. طبعا مع هاي فولتج تقعد توصل وبتاع الخطوره كانت عاليه جدا. كانت اسيا كانت متقدمه من الحته دي خلاص. طيب بقول لك اسيا دي سنه من اول الخمسينات كده كانت عندها مشكله. المشكله ايه؟ هي كانت التكنولوجي بتاعتها شغاله اسيا دي من 1880 مثلا. التكنولوجي كلها كانت شغاله ايه يا باشمهندسين؟ فالفز. وفجاه لقيت قدامها سيلسترز. ف 1950 ابتدت الناس المهندسين بتوعها ابتدوا ايه؟ يقفوا نشتغل سيلسترز ولا نشتغل فالفز؟ يعني برضه صعب ماشي ما هو عشان التكلفه يعني اللي اتعملت؟ لا انت عندك خلاص المعدات موجوده والمكن المنتج موجود والدنيا موجوده. فهم دي كانت مشكله موجوده عندهم يكملوا سيلسترز ولا يكملوا فالفز ويطنشوا سيلسترز وصرفوا عليها ولا يخشوا تكنولوجي جديده. فكان الموضوع ده فعلا محير يعني. فالناس بتوعهم قالوا خلاص بصوا نسيب خطوط الانتاج شغاله عادي بتاعت بادجز ونعمل خطوط انتاج للايه؟ للي هي الجديده للسيلسترز. ففضلوا شغالين 1950 ده الخط فضل شغال عادي خالص بتاع الفالفز وعملوا خط جديد من 1970 يشتغل في الايه؟ في السيلسترز. ما قالتش بقى ان احنا شركه قديمه ونفضل زي ما احنا مالناش دعوه بالدنيا. العرب اللي دي زي ما اتعلم اهو ما تسكتش ان انت لازم ايه؟ تشوف الترند في العالم ماشي ايه؟ وهو لو ما مشيش فيه ايه وهيمشي؟ طبعا يعني احنا ساعات يعني تقريبا يعني من حوالي ايه؟ من حوالي 8 سنين كده ولا 10 سنين كنا في فرنسا معايا كانوا بيعملوا ابحاث كتير قوي عن الايه؟ الهيدروجين انرجي. اسمعوا عن الهيدروجين مش كده؟ خلاص؟ طب مين اللي كان بيمول الابحاث دي؟ الهيدروجين انرجي كان عاملين لاب وهم في مدينه في فرنسا كده في شرق فرنسا
اسمها بيرفور، عاملين فيها مركز ابحاث، معمل يعني كان موجود ساعتها في الايام دي حوالي 3 بس على مستوى العالم، نفس المعمل ده شغالين بطاقه الهيدروجين. بيقول لك الهيدروجين ده بدل ما انا اشتغل بالبترول اشتغل بهيدروجين. ليه يا باشمهندسين؟ مش موضوع كريم باور، هو ما فكرش في كده يعني ساعتها، لا ولا الوفر. هو عارف ان الجزء الوقود الحفري هيخلص سنه كام؟ 50 تقريبا، يعني اخر حاجه في العالم هيخلص سنه 1950 مثلا 1960، مش هيبقى عندك بترول اصلا، بترول هيخلص في العالم. طب انت الشركات العربيات دي تعمل ايه؟ يعني مرسيدس وبي ام دبليو وكل الشركات دي هتقفل المصانع وتنام؟ مش هو بيفكر منين؟ هو بيفكر سنه 1960 مش هلاقي ماركت، فلازم اشوف بديل. البديل ده بنفكر الكلام ده من حوالي 10 سنين وانا في فرنسا، يعني او من 8 سنين وانا في فرنسا، ابتدى يشوف الحل، فقعدوا يفكروا. طب بنشتغل ايه؟ طبعا ناس كتير قوي، طب نعمل كذا نعمل كذا. الكتريكال كار، ابتدى يشوف الكتريكال كار دي عملوا ايه. المدينه كلها في فرنسا البيلفورت دي حولوها كلها الكتريكال كار، قالوا نجرب عشان تعمل حاجه كوميرشال وتنجح. ما اقدرش الصبح كده اخد قرار سياسي، يلا يا جدعان بقى كلتنا عربيات كهربائيه. طب المشاكل بتاعتها ايه؟ فقالوا خلاص نبدا بمدينه واحده في فرنسا نحولها الكتريكال كار، وابتدوا خلوا العربيات كلها الكتريكال كار، تمشي في الشوارع تلاقيها الحكومه هناك عملت ايه يا فرنسيين؟ تلاقي كل شارع كده وراحت تعمل شارجر في الشوارع، عشان وانت ما بتعمل ماركت للعربيه زي الشاحن تشحن العربيه خدها بعد كده وتمشي. وليها ابتدت ليها مشاكلها، شارجنج ده ليها مشاكلها، لازم تحصل بقى في الشوارع واشتغل والحق ما تشحنش، ليها مشاكل كتير. فما دي مشكله. فقالوا ايه بقى يا فرنسيين؟ عاوزين نشوف خطوه بديل. طب ندور على خطوه بديل، قالوا نشوف الهيدروجين. الهيدروجين الميزه فيه الانرجي فيها على من الانرجي موجوده في البترول. طب انا قلت الهيدروجين منين؟ الهيدروجين يا فرنسيين يجيبوه منين؟ قالوا كله من اتش 4. يمكن من الميه. طب ياخد اتش 4 يكسرها، ياخد الهيدروجين لوحده وياخد الاكسجين لوحده. طيب ابتدى يعمل ايه يا فرنسيين؟ معلش خرجنا عن المحاضره بس بنتكلم في نقطه مهمه. طبعا عملوا شخصين احنا فاصلين عملوا لابس تفصل الهيدروجين عن الايه؟ الاكسجين. وراح عملوا عربيه شغاله بالهيدروجين، شال وحده الانجن بتاعتها خلاص فيها احتراق وحولها لهيدروجين. وابتدى يجرب، راح عامل عربيه بروتوتايب خلاص على الجرام، كانت شغاله بقى 3 سنين. عربيه تبع المعمل ده، طب هيستخدمها في ايه؟ لسه حد خايف الناس تشتغل على عربيه هيدروجين. ماشي؟ استخدمها في الحكومه واستخدمها في البريد، النوم البريد من مكان لمكان. عايز بس يشتغل، واخر النهار تروح المعمل ياخد منها يعمل اكستراكشن للداتا بتاعتها كلها كمبيوترايز، يشوف بقى مستوى المحرك ده له ايه؟ المشاكل بتاعته، الاداء بتاعه عامل ايه؟ الكلام ده كل يوم بتروح تبات في المعمل. خلاص؟ طب هينونها منين الراجل بتاع العربيه ده؟ راحوا عاملين بنزينتين بس بدل ما البنزينه هنا فيها عندنا بترول فيها هيدروجين. كان في ناس من 8 سنين، مين اللي كان بيمول؟ كنا بنقول لهم المشروع ده يعني مكلف جدا، مين اللي بيموله؟ اللي كان بيمول المشروع ده كان شركه تويوتا وشركه مرسيدس، وهي بتصرف. يعني انت كدوله هو عمال تعمل سيرش ومش في حاجه، هو جايب حتى السيرش على مستوى العالم، فيهم مصريين وفيهم يعني تقريبا فيهم فرنسيين فيهم جزائريين، كان على مستوى العالم. وهو ده الشغل الصح عشان توصل له. طلعوا 10 سنين ايه اللي هيحصل؟ تمام كده. فهنا بنتكلم ان انت ما تستناش، يعني حتى اهو انت بص التكنولوجيا رايح فين وابتدي فكر وهتكافئها ازاي. ما تستناش اما الكارثه تحصل وتلاقي نفسك المصنع زي مرسيدس قفل بالضبه والمفتاح، ما تستناش كده. الكتريكال كار ماشي، يعني الشغل الكتريكال كار هيدروجين اللي احنا شغالين هيدروجين، واكيد ما وقفوش عند الكلام ده، بحيث ان انا بعد 10 سنين 20 سنه انت فاتح لنفسك ماركت. ده اللي عملته شركه ايه؟ اسيا. شركه اسيا برضه نشوف بقى اللي هي القصه اللي عملتها تاني. شركه اسيا دي يا فرنسيين بقت اتحدت مع شركه تانيه اسمها سويس، شركه سويسريه بقى دي سويديه، لكن اسيا دي اتحدت مع شركه سويسريه اللي هي بي بي سي براون فيري. خلاص الاثنين اتحدوا مع بعض يا فرنسيين وعملوا شركه اسيا براون فيري اللي هي اي بي. ماشي؟ تسمع عن اي بي دلوقتي بقت في العالم كله. الكلام ده سنه كام يا فرنسيين؟ الاتحاد ده سنه 87. يقول لك يعني اي بي الدبه الدنيا دي كانت هي دوبك معموله سنه 87؟ لا، ما هو خدت اكبر شركتين في العالم، اتحاد اكبر شركتين. شركه اسيا دي يا باشمهندسين سنه كام باديه؟ 1883. طب شركه بوفيري دي يا باشمهندسين باديه سنه كام؟ 1891. يعني اي بي بي خدت التراث بتاعه اكبر شركتين تقريبا على مستوى العالم. مش هي ابتدت سنه 87، لا. يعني يقول لك اي بي بي ابتدت 87 يبقى مش عارف الايه؟
الحوار اللي احنا بنقول عليه ده معايا؟ كنتوا عارفين اي بي بي وقصتها؟ ايوه تمام. هنكمل بس يا فرنسين اهو. يبقى انت اي بي بي دي البدايه بتاعتها كانت كلها كانت هي فرنسين. وقفنا عند اي بي بي اهو ماشي. بص كده يا فرنسينا، بعد كده مع الديفلوبمنت اللي حصلت في الكونفرترز والريكتفايرز ابتدى بعد كده اللي هو اللارجر دي سي ترانسميشن لاين، وكان الليدر في الموضوع على مستوى العالم لحد دلوقتي اي بي بي. اشمعنى اي بي بي؟ ما اي بي بي لان هي اصلا واخده شركات متخصصه في ترانسميشن لاين من اول من سنه 1800، فالطبيعي ان هي ايه؟ ان هي تبقى ليدرز في القصه دي. طبعا كله مع بدايه اللي هي وجود السيلسوس هو اللي ايه اللي عمل الطفره في العالم في الحته دي معايا. ابتدى يا باشمهندسين في لينك بقى تحصل بين الدول، خلاص ابتدى في خط ربط بين انجلترا وفرنسا اتعمل سنه 1961. خلاص ده كان في الاول شغال ايه اي سي سيستم، كان شغال اي سي سيستم وبعدين اتنقل يبقى دي سي 100 كيلو فولت. المسافه بتاعته كانت 64 كيلو متر وكان بينقل حوالي 80 ميجا وات. يقول لك هنا الخط الجديد اللي اتعمل ده بين انجلترا وفرنسا، خلاص بصوا يا فرنسيين اهو خدنا هنا اشتغل ما اشتغلش بقى بايبولا ما اشتغلش مونوبولا. الخط ده يا فرنسيين عملناه ايه؟ اشتغل كله بعد كده بايبولا عشان ما يخليش فيه الايرث ريترن، عشان ما ياثرش على الملاحه زي ما هنشوف بعد شويه. هنا ما كانش فيه سي ريترن خالص، ما كانش موجود. ابتدى من الستينات نبتدي نشوف المشكله، وابتدى كل الخطوط البحريه بعد كده ما تبقاش ايه؟ ما يستخدمش فيها سي ريترن. يعني احنا دلوقتي يعني انت بتسمع الاخبار مصر هتربط مع قبرص، عندنا خط ربط مع السعوديه وخط ربط مع قبرص، الاثنين لازم يبقى دي سي. اشمعنى يا باشمهندسين؟ ربطك مع السعوديه لازم يبقى دي سي. ليه بقى؟ فريكونسي مختلف. هتربط ازاي هنا 50 مع 60؟ صعب. مع ان في جهاز بيعمل كده نتكلم عليه بعد دقيقتين اهو، لكن مش روبس. فانت عشان تربط 50 مع 60 والدنيا تبقى روبس بالنسبه لك هتضطر نستخدم الدي سي ده مع السعوديه. مشكلتك مع قبرص هي يا باشمهندسين انت هتمشي جوه البحر، هتمشي كابل، الكابل اللي ليميت، فلازم تستخدم دي سي عشان نربط مع قبرص. فانت عندك دي خطين كبار هيتعملوا مصر مع السعوديه، ده خلاص ده ابتدى العقد بتاعه اتعمل. قبرص لسه الكلام ده ايه؟ الشغل السياسي لسه ما خلصش فيه خلاص. فانت لكن الخط بتاع السعوديه هيبتدي من بدر يوصل تبوك وبعدين يوصل المدينه. الربط بالنسبه لمصر هنا، احنا مصر انت عندك الطاقه بتاعتنا هنا في مصر كده تقريبا احنا الحمل بتاعنا اقصى حمل السنه دي كان كام؟ حوالي 34 جيجا خلاص 35 جيجا ماشي. انت الكونكتد باور عندك الشبكه تقدر كام؟ احنا حوالي دلوقتي وصلنا ل 60 جيجا ولا حاجه. لا بس هو كل المتوصل 60 ماشي. احنا كنا في الصيف مشغلين 45 بس ماشي. فانت دلوقتي عندك 60 جيجا، فانت عندك فائض حوالي لحد دلوقتي 25. هترخصها ازاي؟ ما الفلوس اتدفعت يا باشمهندس، هترخصها ازاي؟ يعني ناس غريبه برضه، ناس على الفيس للاسف يقول لك ازاي؟ ان انت عندك فائض وكهرباء غاليه. طب ما المحطات يا باشمهندس المحطات ما عملتش ببلاش. ما المحطات دي انت لسه ما جبتش فلوسها. عشان تقدر ترخص الكهرباء بقى تعمل ايه؟ لازم تبيع الفائض ده. فانت هنا في مصر هنا هبيعه ازاي؟ قدامك يا كونكت مع اللي هي السعوديه، كونكت مع قبرص، كونكت مع ليبيا، كونكت مع السودان. ما دي الحدود بتاعتك كلها. السعوديه عشان تحاول انت تبيع تسوق شويه. السودان الخط بتاعها يعني مش قوي ما بيسحبش حاجه، يعني ده مشكلته يعني عايز يتقوى وعايز الزب. احنا كنا رابطين زمان مع الاردن بخط 400 كيلو، بس مشكله الاي سي مشاكله ما بتخلصش، يعني تقريبا الخط مش شغال 10% طول السنه. الاي سي مشاكله كتير. لكن دي سي انت بترمي الحاج، انت عند الارتفاع ستيشن بتاعتك انت رميت كل مشاكلك مش هتاثر عليه، وهو عند الكمبيوتر ستيشن بتاعته رمى كل مشاكله مش هتاثر عليه. بقى دي شغاله ودي شغاله، في اي مشكله عنده بس مش ما بتصدركش المشكله. لكن
لو انت رابط مع مثلا مع الاوردن دلوقتي على اي سي وحصلت عنده مشكله في الفريكوانسي هيروح داخل عندك هتروح اعمل لك ايه؟ بوظ لك الشبكه اضطر تعمل ايه؟ بتفصله على طول. هو ما استناش ان انت تعملها كده على الاستابيلت خرج الشبكه كلها بيروح فاصل خط. فعدد مرات فصل الخط تقريبا يعني هنقول ايه 90% من الوقت مفصول. ليه؟ عشان مشاكله كتير. لكن لو انا عامله دي سي كنت هنساه. فانت رابط هنا عايز تربط ليه مع الدول اللي حواليك خطوط الربط كل الدول عايز تربط مع بعضيها ليه؟ عشان الطاقه اللي عندك دي تحاول انت تسوقها خلاص. قلنا هنا مش عايزين وصلنا للخط ربط من فرنسا وانجلترا كان ما استخدمش الاس ال تي في بعد كده لينك يا شانسين اهو اللينك ده كان بتوين تو سيستم اللينك ده يا شانسين كان في اليابان اهو في بلد اسمها ساكوما دي في اليابان خلاص. في اليابان ده يا شانسين اللي حصل عملوا فيه اللي هو الفريكوانسي تشينجر كان ساعتها جزء في اليابان شغال 50 و60 في نفس الدوله الفريكوانسي كان مختلف وعايز يربط مع بعض عمل ايه؟ عملوا جهاز يا باشمهندسين اللي هو اسمه فريكوانسي تشينجر دخل عليه من ناحيه 50 خرج من الناحيه الثانيه 60 خلاص؟ وده ابتدوا يشتغلوا عليه سنه 1965 من غير دي سي. ده كان يعتبر فيرست اللي هو الايه؟ لينك اتعمل الطول بتاعه قد ايه يا باشمهندسين؟ انت عايز تربط 50 على 60 هو في نفس الدوله. مفيش طول بس مشكلتك ان كانت الفريكوانسي مختلف فحطوا الجهاز ده في النص. احنا كلمنا الوكيل ووعد ان هو يغير البرنامج ده فان شاء الله المحاضره الجايه ما نتعبش من الكلام ده. هذا ده الخط بتاع اليابان يا فرنسينا اهو ده كان زيرو لينك زيرو لينس لان هو كان مجرد بس يوصل بين ال 50 وال 60 قدر ينقل 300 ميجا وات بين الايه بين اللينك ده. نتكلم هيستوري كويس او ممكن نتكلم عليه من غيره انا شايف كده هتشوفه يعني احنا بقى شوفوا هنا وشوفوا هنا ايه شايفين حاجه اصلا فالخط ده 50 بتاع اليابان قدرنا نوصل 250 كيلو خلاص بس ده مش دي سي. سنة 1968 خلاص فانكوفر فانكوفر دي فين يا 50؟ مشهورة جدا في كندا في جزيرة في كندا 50 قدرت تعمل خط 250 كيلو فولت خلاص 300 ميجا وات زي ما شايف كده على مستوى العالم 1800
تقريبا 80 لحد النهارده ماشيه لا مش من ايه مش من 5 6 سنين ولا حاجه يعني كانت في دي سي حاجه يعني قديمه جدا يعني خلاص فتعمل دي سي لينك برضو عشان تساعد مع دي سي لينك اللي كان موجود يسند معاه شويه سنه 1970 قدروا يعملوا خط يا فرانسين برضو اهو استخدام اللي هي سوليد ستيت طبعا سيليستوس على جهد 150 كيلو 30 ميجا وات ده كان جوتلاند اتكلمنا على جوتلاند اتكلمنا عليها في المحاضرة الثانية في انجلترا في 50 عملوا سنة 1970 ربطوا اللي هي كينجز فلو دي او كينجز نورس دي تعتبر يعني 50 قطعة كده في شرق انجلترا خلاص اتبعوا المسافة كبيرة عن لندن فقالوا هم يربطوها باستخدام اللي هو الدي سي الكلام ده كان خط 200 كيلو فولت وكان قادر يوصل بكام بقى 30 و 640 ميجا وات معايا وقدر بقى ان هو يساعد معايا قدر ان هو كان الاي سي خط الموجود كان كل شويه يقطع لكن الدي سي ابتدى يبقى يوصل وشغال معاك كويس برضه مش هنسين في نفس الحكايه في كندا كندا مش هنسين اهو كندا احنا قلنا في كوبر لسه قايلين اهو في برضه على نهر عندهم اسمه نهر اللي هو الايل ده ايل ليفر اهو برضه ابتدى مش هنسين ان هو يحاول ان هو يعمل كونفرتر ستيشن وتنقل حوالين النهر ده قدر ان هو كوميشننج يعمل محطه سنه 72 ونقلت له 320 ميجا وات على جهد 80 كيلو خلاص برضه كانت مشكلته عشان بس يظبط كان في مشكله في الشبكه عشان يقدر يعمل ايه يربط الاثنين مع بعض بيقول لك اكبر محطه سيليسوس تقريبا البوكس بتاعها كان محدود ليا من 1000 فاكرين القصه دي فقلنا عشان السيليسوس ده ليه ليميت في البوكس لازم تعمل ايه 50 لازم تشغل سيريس وعشان ليميت في الكار لازم تشتغل بدل ده ليميت القصه على كل الكلام ده السيريس ما بتمشي ما تمشي هاي كارد كده متوقعين يرى ليه الغزين هتسخن طبعا مرارة ازاي مستقيم في فوق فوق مستقيم تبقى عندك لازم في تبليل فكان لو هي في عندك اير كول عادية وفي اويل كول خلاص وفي كان في ناس استخدمت ووتر كول وفي ناس استخدمت فين خلاص غني في اليوم كل دي كانت شغالة او موجودة في الماركت دلوقتي طبعا في الوقت التاني في الناس الاير كول والاويل كول يستخدم ميت وظيفتين وظيفة اللي هو الكولينج وظيفة ايه تاني؟ الاير والكويل والاويل ده ممكن يعملوا ايه؟ انسوليشن طب هو كبير مش انت عايز ترفع 100 كيلو فولت عايز تعزله طب استخدم الهواء والاويل في حاجتين تبليل وايه تاني يا فندم؟ وعزل لكن الفريون والميه مش هينفع استخدمه فلو كان فريون والميه اضطر ان هو يستخدم حاجه ثانيه يستخدم الايه؟ الاس اس اس يقول لك هنا اي لايك الان اي سي ترانسميشن لاين وش الكوير ترانسفورمر دلوقتي البي سي ترانسميشن لاين بيكواير كونفرتر ايه زي ما شايفين بقى هنا كونفرتر على الجهتين طيب سؤال بقى يا فرانسين بيقول لك ليه بقى الدي سي اللي هو امبورتنت في الترانسميشن جريد لسه قايلين عليه من شويه ليه عايز يشتغل ايه بطريقتنا السبب الدي سي دلوقتي حاليا بصوا كده يا فرانسين شوف الشكل ده انت عندك انجن ايه وعندك نور وعايز تنقل بكابلات نتكلم على ايه؟ على كيف؟ مشكلتك هنا في الكباسنس، الكباسنس على التيار اللي هو البي من اوميجا في سي. البي من اوميجا سي ده لو هو بص الباي ريت اللي هنا يبقى خلاص الكاب ده ملوش لازمه. اقصى كاب تقدر تستخدمه عشان يعمل الحركه دي بتتكلم 50 كيلو. تعال بص للباور كده، انت عايز تنقل الباور من هنا لهنا. ده الطول يا فرانسين اهو، الطول اللي انت عايز تنقله ودي ترانسميت الباور. لو انت بتتكلم على اي سي بص كده يا فرانسين انا استخدمت مثلا اي سي 230 كيلو هتعمل ايه؟ هتقدر تنقل اهو المسافه دي وبعد شويه لازم الباور هنا عند النقطه دي بكام؟ عند 200 تقريبا ما يبقى صفر. طب لو انت عليت الجهد شويه بدل ما تتكلم على 230 بقت 345 او 500 المسافه اللي تقدر تنقلها زيد ولا ايه؟ ليه قالت ليه بقى؟ المفروض ان انت ترفع الجهد تعرف تمشي مسافه اكبر بس الكلام ده غلط الكلام ده كل ما ترفع الجهد انت مش عارف تمشي مسافه. ليه بقى؟ لان انت عندك اللي هو اللاين بتاع الشارج اللي بيساوي ايه؟ تقليل من شويه. اللاين شارج اللي ماشي في الكباسيتي ده اللي هو في اللي هو في السي فاول ما الفي بيزيد اللاين على طول ايه؟
سي دول اللي هو ايه برضه عايزين. فانت لو جيت تشوف الترانسميت باور تعالى بص مثلا عند الجهد اللي هو ايه هنا لسه ما خلصناش الرسمه دي. لو انت بتتكلم على دي سي على دي سي الترانسميت باور شايف عامله ازاي ملهاش دعوه بالطول. تقدر تنقل الطول اللي انت عايزه هي ثابته ما تغيرش زي الكاب. لو انت مستخدم كاب تقدر تنقل باور زي ما انت عايز مفيش اي مشكله خالص. ما تقدرش ما فيهاش الليمت اللي هو بتاع الطول. طب لو انت بتتكلم على ترانسميشن لاين لو انت استخدمت جهد 500 كيلو هقدر انقل المسافه وبعد شويه لازم ايه الباور انت دي هتقل خالص هتيجي بعد شويه تقريبا تنقل لصفر. ليه بتقل؟ الدروب بيعلى عشان في الدروب بيزيد قوي. فانت 500 كيلو مثلا هتلاقي اقصى مسافه اقدر اشتغلها هتلاقي بحدود الايه طبعا ده 200 هو محافظ شويه لكن احنا في مصر هنا بنقدر ننقل على 500 خلاص اكتر من 300 كيلو. الدروب بيزيد شويه هيطلب مننا نعمل كومبنسيشن. الكلام ده لو من غير كومبنسيشن مش هقدر امشي اكتر من الايه من ال 100 كيلو في ال 500. طب لو انت عليت الجهد شويه لا اقدر امشي مسافه طويله شويه خلاص لان انت الدروب بتاعك هتقدر كومبنسيت خلاص. لكن دي سي شايف عامل ازاي الباور بتاع دي سي تقريبا ثابت. طيب هل ده معناه ان انت الاي سي كيبل ده ما كانش ينفع تشتغل مسافات طويله خالص ولا ترانسميشن لاين؟ ينفع. انا بقول لك في مصر هنا شغال اي سي 1000 كيلو جوه الاسوان لحد القاهره. طب حاليا مشكلتك ازاي؟ انت مشكلتك في الايه؟ في اللاين دي ايه؟ في ال اهو في سي معاها يبقى انت كده غيرت الايه؟ غيرت الاكت باور راحه في ال هتاخدها في السي يبقى انت كده ظبطت الدنيا. ممكن في الكابل اعمل ايه يا باشمهندس؟ احط معاها ايه؟ احط معاها شنطه الاكت خلاص؟ يبقى برضه بدل ما ياخد اي من الشبكه عندي يبتدي كومباسيت مع الايه؟ مع شنطه الاكت وبالتالي اقدر اني المسافه اطول شويه. خلاص بس دي التكلفه برضه شنطه الاكتر التكلفه. سنكروس ماشين سنكروس ماشين ماشي. طيب هنا بيقول لك الوولز اكبر خمس خطوط في العالم عندنا في اكبر خمس خطوط اتعملوا في العالم في 50 ترانسميشن لاين ماشي. الاطوال ال 50 احنا مصر هنا اتكلمنا على 1000 كيلو خلاص. اكبر خط ترانسميشن لاين في العالم كام بقى؟ حوالي كام كيلو؟ اول خط يا فاطين اهو بنتكلم على ليفل جي سي ترانسميشن لاين ديستنس. وقلنا احنا كنا بنتكلم ما زلنا ان انت عشان اضطرينا نستخدم الدي سي عشان اقدر انقل لونج ديستنس بدون مشاكل خلاص. الباور اللي انت استخدمها تقدر تنقلها بدون مشكله. اكبر خمس خطوط في العالم اهو طبعا ده خط الاي سي ولا دي سي؟ بص كده الاي سي اكبر خمس خطوط اي سي في العالم اهو. في واحد اسمه ريمو في البرازيل خلاص. الخط التعريفي بتاع البرازيل ده 50 طوله 2385 كيلو وده يعتبر من اكبر خط في العالم في ترانسميشن لاين 2000 حوالي 2400 كيلو خلاص. ده في كميه كومبنسيشن وفي كميه يعني فظيع جدا. فاول خط هيحطيه في البرازيل اهو ده شغال على 600 كيلو فولت هاي فولت دي سي. الخط ده شغال هاي فولت دي سي. لو انت لو كان اي سي كان الخط ده بالتكلفه بتاعته كانت تبقى اضعاف الرقم معايا. بيقدر ينقل حوالي 7.1 جيجا تاني رقم رهيب مسافه 2400 كيلو. يعني الكلام ده يستحيل تعمله في الاي سي شغال على 600 كيلو خلاص. الخط اللي هيتعمل في مصر صايم على السعوديه يعني جوه بتاعه كام؟ 500 دي سي. في خط تاني يا باشمهندس في الصين خلاص اللي هو جنيبنج ده شغال بمتقاطعتين في الصين ده طوله حوالي 2000 كيلو خلاص شغال على 800 كيلو فولت وبين الباور بنتكلم في حوالي برضه 7.2 جيجا. الصين عندها برضه خط تاني كبير شويه عندها الصين مكونات الاطراف خلاص عندها خط يا باشمهندس 1980 كيلو وده بين الباور حوالي برضه 7.2 شغال على 800 كيلو شبه اللي فات يا باشمهندس. ده شغال ابتدى خدمه سنه 2010 برضه في انجا 50 انجا دي في كله يعني العلم كله اهو كله بنتكلم فيه دلوقتي كله دي فين؟ افريقيا. شوف كله ده عامل ايه يا فرنسا؟ كله ده عامل خط بتاع انجا كرويز دي خلاص ده خط يا فرنسا 1700 كيلو كله هنا بتسادد من وراه عايزه تربط شبه افريقيا كلها من خلال الخط ده يعني هي ده بتحاول تنقل باور كبيره جدا اهو خلاص. البلاد بتاعتها بس 500
ميجا شغال على 500 كيلو اوريكم الخريطه بتاعته. بص يا فندم المدينه الاولانيه اللي هي الانجاي، المدينه الثانيه اللي رايح عليها اللي هو ايه الكرويز دي، الخط ده بيتكلم في حوالي ايه اللي هي الرقم بتاعه بيتكلم 1700 كيلو. هنا كله مش واقع لحد هنا، بص قوه عندها خريطه عايز تعمل ايه؟ ده الخط الموجود عايزها هي تعمل ايه؟ 50 بص كده تحت البيانات بتاع الخط 560 مع مقبوض 2 دولار. بص بقى عايز تربط تقريبا كل افريقيا من الخط ده، بس شايفه سليم انها تربط مع مصر. كل الكلام ده ايه؟ بلان يعني لسه في الخطه. فهي عايز تربط مع السودان، عايز تربط مع كل جيرانها 50 ساحل العاج ومش عارف ايه، كل الدول الافريقيه دي عايزه تربط توصل لساوث افريقيا خلاص من خلال الخط اللي هو اللي عملته خلاص. فهي هنا شبكه ضخمه جدا بكميه الاطراف كلها من ايه؟ من كونغو. كان في شبكه احنا عاملينها خط ان مصر اصلا كانت مظبطه وهي مستهدفه انها تربط مع كل دول شرق افريقيا ومع تربط مع اوروبا عن طريق بره كده، تاخد اردن وبعدين تمشي سوريا وتركيا وتكمل العراق وتركيا وبعدين تكمل لحد اوروبا. بس طبعا في مشاكل الموضوع ما بيجيش زي ما انت مخطط، في مشاكل سياسيه بتخش في الموضوع بتوقف كل المشاريع اللي شايفها. ليبيا حصل فيها مشاكل على السبل الان، السودان برضه على السبل اهي، فانت الدنيا موقفه عندك الدنيا شويه. علاقتك مع اللي حواليك جيرانك اللي حواليك مش كويسه، فالربط بتاعنا متوقف. يعني لو انت علاقتك حلوه مع الجانب البلد ده كنا ممكن تربط على طول. فانت قدامك الاردن، سوريا، العراق، تركيا، اوروبا. فالموقف هيبقى اسهل. انت عندك تركيا ممكن تربط مع روسيا لو عايز. ده الخطوط اللي هي بص يا مش عايزين كل ده بلاند. احنا كان في بص ايجيبت هنا هتربط حد زي ما شايف الايه؟ المغرب. المغرب هنا كان عشان تربط مع اوروبا مسافه قريبه جدا من عند ايه؟ من عند المغرب بين اسبانيا وبين المغرب حاجه بسيطه جدا. كل ده بلاند خلاص؟ فانت هنا حاول برضه ان انت جزء الدي سي ترانسميشن لاين او الدي سي عموما تركز فيه شويه. اظن ممكن يبقى ترند الفتره الجايه. يعني الناس اللي بتفهم في الدي سي بتعرف في مصر هنا. الدي سي لسه بيتعمل جديد. تقريبا كان عدد ناس مهندسين شغالين في مصر هنا يعني تعدوا على 7 كانت وزاره الكهرباء بنتكلم فيها 4 مهندسين. الموضوع لسه ايه؟ لسه زي ما بقول كده لسه جديد. دي بالنسبه لينا هنا، لكن بالنسبه للعالم شغالين من زمان جدا. خلاص؟ برضه خط بتاع مصر والسعوديه تقريبا جديد جدا. في طبعا خط من الهند اهو، كان عليه برضه الهند دي مشهوره جدا. عم خط 1850 وشعار على 500 كيلو وبين البيضة هي اللي 2.5 كيلو. بصوا الحتة اللي كان بيقول عليها باشمهندس اهو، المميزات بتاع الايه؟ ان انا اشتغل دي سي عن الايه؟ عن الهاي فولتج اي سي. اول ميزة كان باشمهندس بيتكلم على هاي ترانسميشن كاباسيتي، ان انا اقدر انقل باور كبيرة خلاص بدون اي مشكلة. اوصل مفيش عندك الليمت بتاعك، مفيش تحول من دي سي من اي سي لدي سي، تقدر تعالج الباور اللي انت تنقلها على نفس الخط. ودي موجود فيها ابحاث في النقطه دي. لو انت عايز تنقل الباور من مكان لمكان وعندك خط اوريدي اي سي خلاص وانا مش عارف ازود باور، معيش فلوس ابني خط تاني، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اسيب نفس الخط زي ما هو واخليه دي سي. بدل ما كنت بتنقل مثلا نص جيجا انا ممكن اوصل لكام؟ مش عارفين ثلاث اربع جيجا. نفس الخط نفس الخط نفس الانسوليت ونفس كل حاجه نفس كل حاجه، بس بدل ما تخليه اي سي حولته دي سي. وفي ابحاث في النقطه دي كتيره جدا خلاص. في ووتر جروب في فرنسا شغال في الحته دي بقاله بتاع 10 سنين في الجي اي اس، مطلع فيها ابحاث كويسه. فانت عندك هنا هاي ترانسميشن كاباسيتي، عايز تزود باور على نفس الخط. الحاجه الثانيه مش عارفين بوسيبيلتي تو يوز اندر جراوند سب مارين كيبلز، ان انا استخدم سب مارين كيبل لمسافات طويله ما كانش هينفع تستخدمها خالص. اي سي سب مارين كيبل مش هتعرف حاجه تعملها كومبنسيشن، تعمل كومبنسيشن في الميه ازاي؟ ما قدامكش حل الا الدي سي. طبعا اللي هو لوسس عندهم ريسنس، اللي هو ريسنس تبقى مش لوسس كمان بس ده تبقى التكلفه بتاعتها اقل. ودي مقارنه مش عارفين بين التكلفه بين الخط الازرق ده اللي هو ايه؟ الدي سي والخط الاسود او البريك ده ايه؟ الاي سي. زي ما انت شايف في بريكنج بوينت عند نقطه معينه الدي سي بيبقى ارخص بالنسبه لي. خلاص؟ قبل النقطه دي ما زال الايه؟ الدي سي بيبقى اغلى. بس التكنولوجيا الوقت اللي موجوده في الدي سي ابتدت تخلي البريكنج بوينت دي بدل ما كنا بنتكلم عند 600 كيلو لا بقى 400 300. البريكنج بوينت دي عماله تقل. يعني من 2015
اي بي زعمت ان النقطه دي وصلت لحد 375 خلاص لسه مش عارفين هتوصل لكام. فانت يعني لما تاخد حاجه في ريفرنس لو انت خدت حاجه قديمه شويه هيتكلم بريكنج بوينت دي فوق ال 500 كي. الموضوع دي سيكا كده مع العيال الجايه لا مع نتكلم في ال 10 20 30 سنه الجايه الايام الجايه دي مش معناها الصوت. خلاص هيبقى ترند ايه شغال دي سي. في ميزه برضو ان انا بتكلم عليها يمكن عشان ما ينساهاش. انت عندك لما تربط شبكه اي سي مع بعضيها اللي بيحصل ايه؟ يعني لو انت عندك شبكه فيها جنريتور ولا حاجه عايز جنريتور خطير وانت شغال موتور الدنيا كويسه وخلاص وستيم الفورت كارنت هنا بتاعت الخطير الفورت كارنت لو انت عملت فورت هنا فانا تحسبه ولا ما اعرفش؟ تحسبه ازاي الفورت ده؟ اقول والله ان هو بيساوي القوه دي الموجود ده خلاص عليا الخطير على الاكس اللي هي الاكس بتاع الجنريتور خلاص زائد الاكس بتاع الترانسميشن بقى. لو انت واقف عند الشبكه عند الكونت هنا كده يبقى الاكس بتاع الجنريتور بس. والدنيا كويسه. اكيد انت عايز تقوي الشبكه بتاعتك شويه. بنقويها ازاي يا شمسين؟ عايز تقوي الشبكه شويه بنعمل ايه؟ بحط محطه توليد جديده. فدلوقتي حاطط محطه توليد هنا. ايه اللي حصل بقى يا شمسين؟ حصل فوق دلوقتي في الحته دي. الفوق ده زاد ولا قل؟ زاد ولا قل يا شمسين؟ زاد. ليه بقى؟ طب دي اكس ودي اكس بقى انت بتتكلم على اكس بقى اكس على 2 فالفوت كارنت زاد ليه؟ طب انت في مشكله ودي اللي موجوده في مصر دلوقتي. انت ساعه ما شريت الكونفرنس في الشبكه دي كنت عامل حساب يعني سيرك بريكر اللي انت جايبه ده خلاص مصممه على ايه؟ على شويه سيركت على واحده. طب انت ضفت يعني كل ما ضفت محطه توليد همشي في الشبكه كلها بقى اغير كل البريكرز والمحولات واشوف سيرك بتاع الدنيا كلها والايزوليتر الكلام ده اظن صعب جدا صعب يعني جدا. طب ايه الحل بقى؟ لو انت لو انت عملت الكلام ده ربطت ده بدي سي هناك المشكله دي. ليه بقى؟ الدي سي انت ما بتدخلش مباشر انت بتدخل في نص الاكتفاير كونفرتر ستيشن ده شغال سيريسوس ما بيسمعش اصلا من الفاير يزيد. اول ما الفاير يزيد بيروح فاصل الفا اسمعوا طبعا انتوا البايكرونكس عارفين هتروح مدي ايه؟ هتروح قافل الالفا على السيريسوس خلاص صفرت الدايركت ما بيوصلش خالص. يعني شوف سيركت في الدي سي ده مشكله دي يعني شوف سيركت ما نزلتش وشوف سيركت مهما كان يحصل انت مثبته. اول ما الكارنت يبدا يزيد عن مثلا 2 كيلو امبير بيروح فاصل الدايركت خالص السيرس بيفصل الدايركت ما بيوصلش خالص الفيرم ايه العزل. فلو انت عندك شبكه وخايف تشوف سيركت عمال يعلى تضطر ان انت تحط ايه؟ تزود دي سي تحط دي سي في النص. فبيعملوا دلوقتي الدول بتعمل ايه؟ دول كتير كندا ابتدت تعمل الحركه دي في دول ثانيه سيبوا الشبكه بتاعتهم. من 10 سنين كده يا خطيب الناس كلها كانت بتفتخر كل ما الشركه كل ما الشركه تكبر حاجه كويسه كنا شغالين بكبير كل ما تكبر حاجه كويسه ما تاثرش من الاجزاء. لكن ابتدى يظهر مصطلح اسمه المايكرو جريد بيطلع عنه الخطيب اهو مايكرو جريد سيستم. لا انا مش عايز شبكه كبيره هعمل ايه؟ لا انا استخدم كل محافظه او حاجه اعمل لها شبكه لوحدها اسم خلاص؟ يعني مايكرو جريد واحد مايكرو جريد اثنين مايكرو جريد ثلاثه مايكرو جريد اربعه واعمل كل اللينكس دي اعملها ديسك. طبعا هيكون ليه بقى؟ خلاص انت كده بدل ما كل الفورت كان مسمع بتاع الشبكه كلها لان عندك انت هنا انت خلاص خليت الجنريتورز اللي هنا دي موصله في الفورت ده. الجنريتورز اللي هنا دي موصله هنا بس. خلاص؟ فانت خليت كل مشاكل بتاع المنطقه خاصه بيها هي. الدنيا دي حصل فيها ازمه وفيها طلعت بره المحطه مش مهم. لما طلعت الشبكه في مصر كلها ضربت خير. خلاص؟ فدي معموله عشان حاجتين عشان تقلل من المايز شوف سيركت كمان وايه تاني يا فاطين؟ عشان موضوع الايه؟ البروتكشن. خلاص؟ ايه البروتكشن؟ حصلت مشكله انت عايز تخلي بس هي الفلوس. خلاص؟ ودي فيها ابحاث كتير قوي في الحته دي وفي دول ابتدت تطبق الجزء ده. خلاص؟ روسيا ابتدت تطبق حته من الجزء ده كندا كان يعمل من ايه؟ المايكرو جريد. يبقى انت الفايده اللي انت خدتها من الايه؟ من دي سي على دي سي اول حاجه الترانسميشن كاباستي
الموسميلت بتاع الاندر جراوند سبمارين لو لوسز خلاص. ايه ثاني يا باشا؟ سين ال اتش بي دي سي تكنولوجي زي ما انت شايف كده مور باور اند ايه لوور لوسز، تاخد مور باور اند ايه تكنولوجي تمرقص. بص كده يا باشا سين اهو، لو انت كنت عايز تسيب الباور زمان الترانسميت الباور تقريبا الترانسميت الباور ثابته، لكن اول ما دخل الدي سي عمليه مش هتسيب، يخليك تقدر تنقل الباور اللي انت عايزها معايا بدون اي مشاكل يا باشا سين. اللوسز بتقل والكباستي بتاعها اللي هي بتزيد عماله تزيد. الترند اللي حصل في العالم ده بسبب وجود الهاي فولتج دي سي. ده بص الدي سي في العالم ده عامل ازاي؟ خليك بص كده، عندك امريكا مليانه دي سي زي امريكا الجنوبيه اهو، هنا افريقيا، هنا قلنا ايه؟ هنا ده هنا بتاع كله خلاص. عندك دي فين؟ هنا في الحته دي كده في افريقيا، دي دوله تاني تاورا باستا، دي مش عارف تاورا باستا دي فين؟ خلاص في حته في شرق افريقيا اهي. غير عندك طبعا ايطاليا وفرنسا والحته بتاع السويد وفنلندا والقصص دي، روسيا الصين. نعم؟ روسيا مفيش في الجزء ده كده، لكن الحته دي بص كده كلها كاتبين المدن، المدن احنا ايه مش حافظينها قوي ماشي. لكن عموما الهند ايه، بص الهند مليانه يا فرنسيين اهي خلاص. الصين هنا موجود فيها اهو تمام، دي اندونيسيا، دي دي استراليا يا فرنسيين، استراليا ايه فيها ايه خلاص. دي الشبكه حاليا، لكن انت في العالم ده الدنيا هتختلف الفتره الجايه. فده البلان شويه ايه، انت عايز تربط حد كايرو اهو ماشي. الكلام ده دي الشبكه اللي هي بتبقى عايزه مستوى العالم اهي، ده الكلام ده ده كل شبكه وعامله سنه كام؟ خلاص 12 على 80 95 حاجه على 15 زي ما انت شايف كده. كندا كانت سابقه شويه هي امريكا اهي خلاص. دي لينكات الموجوده في تواريخها طبعا، في فور انفورميشن بيقول لك هنا في اي بي بي اخترعت حته بقى الاختراع اي بي بي ماشي. لقيت لك انت كنت شغال هاي فولتج دي سي، انا اعمل حاجه اسمها هاي فولتج دي سي لايت، قسمت لك الدنيا كلاسيكال هاي فولتج دي سي وهاي فولتج دي سي لايت. ايه الفرق بين الاثنين؟ بتقول لك الهاي فولتج دي سي لايت ده سيستم على بعضه كده خلاص، يعني بيجيبه لك بالكونفرتر ستيشن بتاعته من هنا، بالكونفرتر ستيشن من هنا، بالكيبلز بتاعته، بالكابلات، بكل حاجه خلاص. ودي اللي هي بتحاول تقدمه ايه للعالم لايت، يعني حاجه كويسه تاخدها ايه لوكشة كده على بعضيها كده خلاص. طبعا كل شركه بتحاول تسوق لنفسها معايا، فهي بتديك سيستم زي ما بقول لك تسليم مفتاح زي ما بيقولوا. يعني انت دلوقتي جات لمصر هنا والسعوديه، ولا دي عندها خبره في الترانسميشن لاين دي سي، ولا دي عندها خبره في الترانسميشن لاين دي سي، فهي تعمل لك اللينك كامل من اول ما تاخده من البدر ستيشن لحد ما توصل لتموك المدينه المنوره كلها، هي اللي تعمل كل الكلام ده. طبعا بتحاول تاخد بروجكت بروجكت، تتكلم بدل ايه؟ العرض المليارات، ما تتكلمش في ايه؟ تعالى بالمليون دولار، لا بالمليون دولار خلاص. فهو ابتدى تقول لك ايه الاي فولتج دي سي العادي اللي هو ده الكلاسيكال اللي شغال ترانسميشن لاين او شغال كيبلز خلاص. الكلاسيكال ده كله بيشتغل باور ستيشن لو ريستنس في ترانسميشن لاين. اللاين دي سي هي مش حاطه فيه ترانسميشن لاين، حاطه فيه كيبلز بقى خلاص. فهي بتحاول ان هي تربط الدنيا كلها عن طريق كيبلز فقط خلاص. الاي فولتج دي سي لايت اهو تقول لك ده عباره عن اندر جراوند خلاص كيبل او سبمارين كيبل، كله بيتورد من شركه واحده اللي عاملاها ايه؟ ودي حاجه يعني ايه؟ مش علميه. طبعا اتكلمنا على جوتلاند واسيا والتاريخ بتاع الحته دي اهي، يعني بتحكي عن نفسها كده. ايه الاختراع ده؟ مفيش اختراع، ده هو عندك كومباكت سيستم يعني البروتكشن بتاعه وحالته المحتاجه كده. ده ماركتنج يعني، ده مش عارف مش شغل التكنولوجيا يعني دي مش قوي خلاص. فاحنا طبعا مش هنتكلم بقى على ايه دي، لان احنا خلاص هنقف كده يا فرنسيين اهو. يبقى احنا النهارده عرفنا ايه؟ عرفنا الهيستوري بتاع البي سي ترانسميشن لاين ابتدى امتى وابتدى ازاي والحوار بتاعه ايه؟ اهم نقطه اللي احنا عايزين نعرفها ان انت الفرايد بتاع البي سي دخل ازاي؟ هي دلوقتي لما اضطرينا نقول ان احنا عاوزين نستخدم دي سي في مايكرو جريد زي اللي انت شايفه الكات دي الفرنسيين بتبقى مليانه سيركلز خلاص. فده اللي كان يكون الداعي في البرودكشن اللي احنا اتكلمنا عن انت عايز لايت بورد دي سي سيركل بريكر خلاص. فهندخلها هنا ازاي عشان كل اللي اتكلم طبعا متوقعين طبعا بنتكلم في الايه؟ المهيمن على السوق في القصه دي مين؟
ام بي، فالايفون جي سي سيركت بريكر برضه هتلاقي التوب بتاع السوق برضه شغال ام بي. خلاص هنقف لحد هنا، مش هنسيب سكرا ليك يا